نعم تعالوا نشوف. نعم دكتور ظاهر. جيد. السؤال الأول on the vowel diagram provided indicate the glides of the diphthong in the following words. هنا يقول على شكل اصوات الفاول، يعني احنا مو قلنا عندنا اصوات الفاول كلها مخطط مالتها، يقول اعتمادا على يعني اعتمادا على المخطط اللي موجود عندنا، احنا لازم نخلي نقسم اصوات الجلايدنج نقسمها وفقا للجدول. شوف هو هذا طبعا من ضمن اسئله الفصل، يعني الفصل الثالث. فالفكره مالت هذا التمرين شنو هي؟ اكتب لي يمك ملاحظه عن هذا السؤال. اكتب لي يمك ملاحظه. اكتب في السؤال، في السؤال الاول المطلوب هو اولا عمل رسم صوتي. البداية انت رسم صوتي، ثم بعد ذلك نرسم المخطط، ونؤشر عليه الأصوات، نؤشر الأصوات التي توجد في الكلمات، يا أن الكلمات، شنو هن؟ يا هن الكلمات، من يعرف يقول لي يا هن يا هن؟ ذن وين؟ طلاب تسمعوني؟ صوتي واضح؟ يس. إذا أنا عندي صوت الآي، فرايت، آي. صوت الآي، أريد آخذ هذا الصوت وأخليه وين؟ بالمخطط، يا هو المخطط، يا هو تذكرون يا هو؟ دائما مقدمة اللسان. لا لا لا، يا هو قصدك، ها ها بالضبط، يعني قصدك مالت المخطط مال الفاول، أي بالضبط، المخطط مالت الفاول، مال أصوات العلة، مال الكاردينال فاول. اللي عنده الكتاب الحل موجود بالكتاب صفحة 201، ترسم المخطط وتاخذ الصوت اللي عندك بهاي الكلمة، تقول هذا الصوت وين موجود بالشكل، وينه هذا صوت الآي، وين موجود بهذا المخطط اللي اخذناه، هذا وين صوت الآية طلع؟ منين دلين عليه؟ وينه؟ اي هذا وينه؟ هذا هو صوت الآية، تأشر عليه صوت الآية، هيك بس مجرد ترسم هذا المخطط وتأشر عليه. طلاب انت مو تأشر كل الأصوات، انتبهوا وياي. طلاب تأشر كل الأصوات؟ لا أستاذ. بس اللي موجودات بالكلمة. ذني الموجودات بهاي الكلمة نستخرجهن ونخليهن وين؟ بالمخطط. يا صوت موجود عندنا نخليه بالمخطط. هذا السؤال واضح؟ نعم دكتور. السؤال الثاني يقول write the symbols for the long vowel in the following words. يريد رمز أصوات ذكرت لكم اياها، عندنا الاصوات اللونج
يقول اريد ترسم لي الرمز مالته، تكتب الرمز يعني تسوي له رسم صوتي، اسوي رسم صوتي. بس هو يريد، قال بس اريد الرمز مالته، قاعد تفهموني طلع، بس يريد الرمز مالته يعني مو كلهن. ظاهرة يمكن النص، شنو اللي ظاهر الصورة ظاهرة يمكن؟ ملزمة ولا الكتاب؟ كتاب كتاب كتاب. طبعا هاي 297 292 194 100 عفوا 197. هنا عندك الشابتر الثالث هذا، شوف طلع، شوف كاتب لك صوت صوت. هذا الصوت صوت الدي، هذا الدي يعني هذا الدي، هذا الصوت موجود هنا قايل لك وين الدي، هذا وين، هذا موقعه. طبعا هذا انت ما يعني ما يحتاج تكتب اي بي سي دي، اكتب الصوت قبل يعني، قول هذا الصوت يوجد في مكان، هذا الصوت مثل ما ذكرت لك، هذا الاصوات الموجوده هنا. واضح؟ واضح. نعم. لا تنسى اهم شيء رسم صوتي، اهم شيء سوي رسم صوتي حتى تعرف الكلمه، ورا ما تعرف الكلمه بعدها انت راح براحتك تدل تقول يابا هذا الصوت موجود بهيج مكان وهذا الصوت موجود بهيج مكان، خلاص انتهى الموضوع. السؤال الثاني يقول رايت ذا سامبلز، اكتب الرمز. نجي على هاي الكلمه، هذه الكلمه براود، يا صوت عندنا، يا صوت عندنا هنا صوت الاو، صوت الاو. نجي على بي، ليرن، كلمة ليرن، كلمة ليرن، لا هذه اي اي بي، لان مو كلهن انا ماخذهن طلاب، مو كلهن ماخذهن. يعني كلمة ليرن شلون الرسم الصوتي مالتها اير مثلا كاف، يعني انا مو كلهن ماخذهن. اذا تحب تقراهن كلهن مضبوطات، الحل موجود عندك بشابتر 3 والاسئله موجوده بشابتر 3 بالفصل الثالث، والحل وموجود بالنهايه. يعني اقرا اسئله الفصل مال المنهج زين، وهنا عندك لان الكلمات اريد من عندك تسوي لي رسم صوتي عليهن. مثلا عندنا هاي الكلمه، هاي الكلمه شنو اللون فاول مالتها؟ تيم، يا شنو صوت صوت الاي، واللي بصفه شنو هو؟ صوت الاي، صوت الاي بالضبط، صوت الاي. ان ذني ذني تحاول تقراهن وتحفظهن يعني. السؤال اللي هنا واضح هذا طلاب عيني؟ يعني كان دكتور واضح. نعم. لا هو قال اريد بس الرسم الصوتي، قال بس اللونج باور، هو قايل بس اللونج باور، هو قايل اذا قايل اكتب لي الكلمه كلها سوي لها كلها، اذا قايل بس اللونج بس اللونج، اذا قايل بس الدفتر بس الدفتر هيك. شكرا. السؤال الثالث يقول اكتب ماس الدفتر. نجي هذه كلمه تون، كلمه تون صوت الرمز الصوتي مالتها او، او صوت الاو، هذا انه حفظ تحفظ كل كلمه والرسم الصوتي مالتها شنو موجود بها، يا كلمه هيك ستايل، هذا صوت الاي، ستايل ستايل صوت الاي، صوت الاي دي. طبعا الحلول موجودة عندك في بناية الكتاب، عندك واي اوت كويل اي بالضبط، اويل براي، ذني تحاول تحفظهن مهمة جدا. طلاب عندنا سؤال، diphthongs are difficult to be recognized and produced. يقول اصوات الديفثونج من الصعب ان يتم نطقها ويتم، يعني هنا طلاب هذا الموضوع شلون تجاوب هذا السؤال؟ اولا تكتب تعريف الديفثونج، تعرف الديفثونج زين،
وتذكر انه هي ليش صعبه. انت من تعرفها راح تجاوب، من تعرف الدفثونغ وتنطع عليه الامثله، تعرف الدفثونغ وتنطع عليه كل صوت وتنطع عليه مثال وتتكلم عن هاي الدفثونغ، يعني تشاف شيء معلومه تعرفها عن الدفثونغ تنزلها. يعني هنا يقول هو صعب ينطق، طبعا هو صعب، من الصعب ان ننطق اصوات الدفثونغ. السبب لانه هذه الاصوات بها انزلاقين، لان بها longer اي بالضبط ثانية تجي shorter. فانت لو يجيك سؤال بس مجرد تكتب التعليق مال الدفثونغ تعددها وتذكر مثال على كل واحد، هذا كل شيء راقي يعني هيك كل شيء. واذا تكتب المخطط مالك من بعد بعد افضل يعني. عندنا السؤال نقطة ثلاثة يقول English long vowel تعريف والdiphthong تعريف والcardinal vowel تعريف، لأن كلها موجودات بالمزة. ما حد عنده سؤال عليها؟ تعريف تنزل النص. حد عنده سؤال عيني؟ لا دكتور. لا أستاذ واضح. يقول the frog sound is called، هذا الصوت شو يسمونه؟ شوا. يقول phoneme is represented by، يتم تمثيل الأصوات الفونيم بيش نمثلها؟ باي شنو؟ بشلون نمثل الأصوات طلاب؟ عن طريق شنو؟ باي شنو قلنا؟ سامبل رموز، ذكرنا قلنا رموز السامبل هي نمثلها يعني الاصوات الفونيم. شلون نمثلها؟ عن طريق شنو؟ باي سامبل. جي باي سامبل عن طريق الرموز. ديفثونغز اصوات الديفثونغز، يقول اصوات الديفثونغ ديفثونغز ار classified into، تقسم اصوات الديفثونغ الى شنو closing والcentric، فراغين ومهمات. is one of the kind of diphthongs، واحد انواع الديفثونغ. يعني شنو؟ يعني تذكر له نوع من انواع الديفثونغ. centering or closing، ايوه حتذكروا لاي نوع. مضبوط زين. R standard reference system of vowel of English. شنو؟ شنو هذا؟ ها طلاب من يعرف؟ standard reference system of vowel of English. هذا شنو؟ شنو هذا الجواب؟ من يعرف؟ ها ما حد يعرف؟ ما قاري المادة. ها ما حد يعرف جوابه؟ طلاب هذا الكاردينال فاول، هذا الستاندرد، شنو السالفة؟ كاردينال فاول هذا معودين؟ ها؟ الو وياك استاذ. وياك استاذ. الو وياك اسمعك. ايش بيكم؟ شو ما حد يجاوب؟ وياك استاذ. هذا التعريف ما حد يعرفه؟ هذا على هذا وضعكم هيك غير؟ ألغيها للدورة. على هذا الوضع ألغيها للدورة. أصلاً ألغيها وهيك وضع الطالب نايم والله ألغيها. أستاذ أنا أول يوم إلي المحاضرة فأسفة ما أعرف يعني. شنو طلاب مالكم ماس انتو؟ اذا مالكم ماس قول يابا خلينا نلغيها عشان التعب هذا وهاي الملزمه وهاي
قلوا لي استاذ احنا ما لنا خلق وما لنا واهس والغي الموضوع وخل كل من يروح بسبيله، ليش هيك هالتعب هذا وموقت وكذا ليش؟ الغيها طلع ما به شيء، الغيها الغيها عادي حتى نوقف الموضوع وخلاص. لا استاذ وين وياي؟ اذا تعريف اسالك تعريف ما تجاوبني، تعريف موجود نصا يعني قايل لك اذا استاذ بس بالك كم بالك كم انت بالك مهم لو بالك كم كان جاوبت بس مالك مهم ركز وياي ركز وياي. السؤال الخامس يقول exemplify exemplify شنو معنى exemplify اذا فلوني شنو معنى من يعرف؟ اعطيني استاذ اعطيني مثال اعطاه مثال على هذه على كل النقطة. شلون؟ اعطي امثلة على كل نقطة مثلا النقطة الأولى الأصوات الشفوية مثل يعني give example اعطي مثال سمعنا اعطي مثال bilabial sound صوت bilabial الماء والوا والبا والبا انا جاي الصوت واحد انا جاي صوت البا الماء الماء والوا تريبتون اي اي و ما حضرت انتبه تريبتون تريبتون مو اي اي او لا ايوه تريبتون جيد. Close back long vowel. يعني long vowel يكون close ويكون back. هذا منين تستخرج يا طلاب؟ من يعرف منين؟ نرسم. جيد. نرسم هذا نستخرج. هذا هم نفس الحالة يقول back long vowel. صوت long vowel ولكن back. هذا nasal sound يعني صوت أنفي. نعم مثلاً. فويد دنتال صوت فويد اسناني دنتال احنا قبل ذكرنا شنو الدنتال اسناني يعني مثلا الصوت يكون مهموس ويكون دنتال تا وزا صوت الدا نعم طلاب هاي الفكره مال التمرين يعني يعني شوك شيء انطيتك اياه وقلت لك علي مهم الاصوات اللي بالفصل الاول وبالثاني هم ترجع عليه تقران يعني لا عبالك عرفت الموضوع انتهت لا ترجع تعيده مره اخرى زين هنا عندنا هذا السؤال اختيارات يقول the word has this phonetic sound يا كلمه منها ذني تحتوي على هذا الصوت طبعا في البي كل يحتوي على صوت all نعم all يقول the combinations of three sounds هي ثلاث أصوات تأتي معا شنو هي ثلاث أصوات اللي تجي سوية شنو هي تريبتون هي تريبتون هي تريبتون هي عبارة عن ثلاثة أصوات يقول the correct description for the long vowel U الصوت هذا الصوت اللي موجود بكلمة مثلا تو أو صوت الأو هذا شنو الميزة اللي فيه؟ هل هو open vowel back؟ open شنو vowel. هذا؟ it is back vowel. back vowel. back vowel. موجود بالرسم. عن طريق الرسم راح أطلع الحل. yeah back vowel. يقول choose the group of the sound whose the place of articulation is alveolar. يا صوت من هذه الأصوات المكان النطق مالتها ألفيلا طبعا هنا راح يجي لي طالب ذني وين أخذناهن طلاب ذني أخذناهن لو ما أخذناهن أخذناهن بالفصل أخذناهن أستاذ ألفيلا يا أصوات إن ألفيلا تاود سؤال الخامس يقول choose the group of sound whose the place of articulation is dental يا أصوات من ذني dental they and they هذه من انت تجاوب هذه من هذه فاود انا من انت انا شيء ما قال حاشتي انا اشتغل شكرا استاذ
بارك الله فيك. يقول which of the following three things is used in the word mayor؟ يقول يا كلمة من هاي الكلمات موجودة بهم هذه الكلمة وين موجودة؟ يا كلمة من هي يعرف mayor؟ لأني ما راح أحل لكم إياها، لأني راح أخليها عليكم واجب. هنا سهلات. هسه مثلا هاي الأخيرة، هاي شنو هاي؟ صوت الإي طويلة. شوفوا ايش بقى عندك؟ عندك بقى في السادسة والسابعة وبقى الثامنة. هذين تحليان بالتعليقات على اليوتيوب، تحليان بالتعليقات على اليوتيوب. واضح لهنا؟ واضح استاذ. واضح تمام استاذ. انا حقيقه قاعد يعني اتعجب ليش يعني قاعد اشوف هذا التعب وهذا الشيء، بس ما قاعد اشوف لا اكو متابعه ولا اكو ذيك القرايه المضبوطه. هذا الشيء صراحه يغثك يعني وما يشجعك على انه انت تكمل دورات. يعني الدوره اذا كانت ايا كانت انت من تشوف طالب ما يتابع ما تقدر، المحاضره تصير ممله يعني. فاتمنى تشدون حيلكم بعد اكثر، اتمنى يعني. ان شاء الله استاذ. ان شاء الله. ان شاء الله.